ها؟ اتأخرت كده ليه؟ ما تأخرتش ولا حاجة، ده مسافة السكة. توريني جبت إيه؟ اطلع اطلع. إيه ده؟ نص شريط؟ عامل بيه إيه؟ مش هيكفيني. سليم أنا باخد شريط أو شريطين في اليوم. يا أخي كنت جبت لي كمية كرتونة وأنا كنت هدفع لك اللي أنت عايزه، بس ما تسيبنيش كده. يحيى باشا أنا كنت هروح في داهية، وكنت هلبس سابقة بسبب الهباب ده. ومن ساعتها وانا واخد عهد على نفسي ان انا مش هرجع له تاني، ورجعت لما شفتك تعبان. طب 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 سارينا بص هقول لك على حاجه، قول لي انت بتجيب منين وانا هروح لهم، اصل انا اتصلت بكل الناس اللي انا اعرفهم وقالوا لي مفيش النهارده. والله العظيم ما هتلاقي نص حبايه في البلد. سارينا ما تسيبنيش كده، انا عمري ما اتخليت عنك. عيب يا يحيى باشا، انا معاك. انا عارف انت بتبص لي ازاي، انت بتبص لي على اني مدمن، لكن لا، الحكايه عندي اكبر من كده بكتير. سارينا انا لازم افضل صاحي طول الوقت. الترامادول هو الحاجة الوحيدة اللي بتخليني صاحي. أنا لو أقدر ما نمشي العمر كله كنت عملت كده، عشان خاطر الموت اللي بيلف حواليا مش عاوز يواجهني، رايح جاي عليا، مش عاوز يسيبني. يا سارينا يحيى باشا، أنا عايز بس حضرتك تمسك نفسك بالنص الشريط ده، وأنا والله العظيم أوعدك إن أنا هتصرف. أعمل بيه إيه؟ رد! أوعى! مساء الخير. مساء النور. لو سمحت من فضلك، انا دماغي وجعاني قوي، محتاج يعني حاجه تظبط دماغي. صداع يعني؟ لا هو مش صداع بالظبط، يعني هي حاجه شبه كده، بس انا دماغي وجعاني قوي. طيب اجيب لحضرتك برشام صداع ولا تحب فوار ولا اي نوع تاني؟ لا هو برشام للصداع يعني مش هيعمل حاجة معايا، مش هياكل معايا خالص. طيب أجيب لك فوار؟ لا ولا فوار الصراحة، يعني أنا أنا عاوز ترامادول. نعم. أنا مستعد أدفع دبل السعر أو تريبل اللي أنت عايزه. ما عندناش الترامادول ده، جدول مخدرات. أيوة ما أنا عارف، بس اتفضل حضرتك من هنا. والله حضرتك هدفع لك. هو فين؟ هو ايه؟ نسمع!
مش وقت ام التحوير ده معايا خالص دلوقتي. فين الزفت الترامادول؟ وانا مالي؟ هو انا الديلر بتاعك؟ بقول لك ايه؟ الاسلوب ده مش هينفع معايا دلوقتي خالص. انت مش عارفه انا ايه في دماغي دلوقتي. انا في حرب جوه، في مجانين بيضربوا في بعض. انت اللي عامل في نفسك كده يا يحيى. انت لازم تبطل الزفت اللي انت بتتعاطاه ده. انت مش شايف نفسك؟ مش شايف نفسك وصلت نفسك ليه؟ بقول لك ايه؟ هو انت ما بتفهميش؟ ها؟ ما بتفهميش؟ خلاص بقولك الاسلوب ده مش وقته معايا خالص. عارفه فين الترامادول؟ قولي. مش عارفه؟ سيبيني في اللي انا فيه. ما اعرفش حاجه. اسال الست حاله بتاعتك دي، يمكن تكون شايله لك شنتين ولا حاجه. مفيش فايده فيكي، مفيش فايده فيكي. اوعي فين؟ اوعي فين بس؟ هكون رايح فين انا؟ هكون رايح فين؟ راح اشوف اي مكان بيبيع. انا ما بقتش عارفه ايه موضوع التليفونات اليومين دول. قله ادب. الناس بتتكلم في التليفونات اكتر ما بتتكلم مع بعضيها. دو 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 وهم ما بيوجعهمش، وفي الاخر يقولوا لك مش لاقيين ناكل. اصلهم بيدخلوا من سكه الصوصوه والنحنحه. اول ما تليفون يرن تلاقي النحنحه اشتغلت. عندك حق والله. جرى ايه يا يحيى؟ انت مش معانا في الكلام ده ولا ايه؟ لا معاك يا حبيبتي. اصل التليفونات دي بتبقى مزاج مش عكننا، وساعات كتير قوي الصوصوه والنحنحه دولت بيبقوا احلى من الخناق والعصبيه وقله المزاج. يعني تلاقي الواحده من دول صوتها يتحدث عن نفسها. بس بقى اللي واخدها من ناحيه الصوصوه وبس يبقى بيحب بلسانه ويا عالم شكل اللي بتصوصو دي عامله ازاي. هتلاقيها قاعدة في المطبخ بتقشر بصل وتقولك لا ده أنا في النادي. ولا شكلها معفن ومعمصة وشها زي قفاها وتقولك سوري الرقم طلع غلط. ده أكيد بقى أيام التليفونات العامية. لا أحب أقولكم في تطور جديد نزل السوق دلوقتي. التليفونات الكلام فيها بقى صوت وصورة، يعني معلومة يعني عشان لو مش عارفينها. أنا رأيي اللي مقضيها التليفونات ده يبقى بريالة وما بيفهمش، لا مؤاخذة يبقى مش راجل. وكله كدب في كدب. ومين قال لكم بقى اللي احنا فيه ده مش كدب؟ ده أكبر كدب. كل واحد فينا بيمثل ما بينه وما بين نفسه إنه مبسوط. بيمثل إنه كويس وتمام وزي الفل. محدش فينا بيقول للتاني اللي جواه. محدش فينا بيقول الحقيقة. يبقى كدب بكدب بقى الواحد يروح للتليفونات يمكن يقدر يعيش. يا سلام، ده على كده بقى التليفونات بتريح ساعات. ساعات التليفونات بتبقى احسن من الحقيقه. بس ده حرام. ايه اللي حرامه بقى؟ التليفونات اللي تاخد الراجل من مراته تبقى حرام يا يحيى. وبتضيع فلوسه. ايه ده بجد؟ كل ده علشان جالي تليفونه وما ردتش عليه؟ ايه الدش اللي اتفتح ده؟ ماسوره وانفجرت؟ ده احنا بقى اللي فاضيين مش الناس. كويس انك فتحت الموضوع ده عشان انا سكت لك من زمان. انا مش مبسوط منك بسبب العداوه اللي عملتها مع ادهم ده نابه ازرق ما بيرحمش، واحنا مش ناقصين عداوه مع حد، والسوق مش ناقص. ادهم ده هو اللي موسخ السوق، واللي يعاديه يكسب ما يخسرش. هيكسب ايه يا معلم؟ علمني. يكسب اللي بيكرهوه يا معلم يا كبير. يبقى انت ما اتعلمتش حاجه. لو فاهم ان اللي بيكره ادهم هيقف معاك تبقى غلطان. ادهم ده صوره السوق، اللي عايز يكسب ويسلك اموره في السوق يبقى مع ادهم. ما دام مش قادر يكسر نابه واحنا مش قد نابه. ادهم ده اللي مقويه الخوف منه. اديني انت بس الثقة
وانا اكسر لك نابه ودروسه واخلو لك اهتم كمان. وترامادول، الترامادول اللي هيجننك وهينسيك اسمك، الترامادول اللي خلاك مسخ وخلاك خايف مراتك تحبك، مش دي برضه ماسكه ماسكها لك ادهم اللي انت عايز تعاديه؟ نشوف خيبتنا الاول بدل الفلوس اللي عمالين نبعطرها. ياه، ده انا طلعت بقطع هدومي اهو، ده انا طلعت عشكيف دراكولا. لا يا حبيبي، ما حدش قال عليك كده، انت سيدي الناس كلها. سيدي الناس كلها؟ امال ايه التلقيح اللي انت عماله تتكلمي بيه من بدري ده؟ ده انتوا قاعدين لي بقى وفرشين لي الملايه ونزل لي ضرب من تحت الحزام. ايه؟ طلعت انا الشرير في اخر الفيلم؟ مبوظ بيتي وحياتي وشغلي وفاشل كمان؟ ما بقيتش نافع في حاجه خالص كده انا؟ ها؟ بشد في شعري في اشارات المرور؟ لا بقى، فوق كلكم، انا عقلي يوزن بلد. ترامادول مش ترامادول، عقلي يوزن بلد. انا باخد الترامادول ده عشان هفضل عايش. اسمعي، مش عاوزك وش، لا هخاف ولا هتكسب. وادهم اللي انت عمال تخوفني بيه ده، انا فرومه تحت جزمتي، انا قرقشه بسناني.